لكن مثل ما شايفين احنا هلا ببيت استاذ وائل حمادي ابن بعقلين، جينا معه مقابله صغيره بخصوص الرسم والنحت والفن اللي بيقدم لنا اياه دائما الحلو على جميع الصفحات وجميع المواقع تبع السوشيال ميديا. اهلا وسهلا فيكم بيت بعقلين، الشرف كم مع ابن بعقلين. خلينا اياك صار زمان ما شفتك، انا من ايام فوتبول. طبعا نحن جايين محضرين شوية أسئلة وين سألك إياهم هون. تفضل. بدي تحكي لنا شوية عن تجربتك وأي عمر ابتديت وشو الظروف اللي صنعت منك هذا الفنان. تجربتي مثل أي شخص بيطلع برا بعقلين، ببلش يحن لبعقلين وثائبت الظروف اللي خلتني يصير فنان بمعنى الفن. لما تكون قاعد تحت ناول امك عم تناول الابره لتقطب قطبه الناول، لما تكون قاعد ناطر تينات بيك بس بيك بيكون جاي بحطبي لينحتى، او لما تكون بالكشاف بيقولوا لك عمر حيطان وعمر ابراج من عقل واحبال. جميل. فهيدي كلها بتخلق انك تكون، بس الاهم انه يكون لك شغف، شغف انك تخلق والشغف انك تشوف والشغف انك تابريشيت تطلع وتحس وفيه. ولما تبعد عن بعدين او تبعد عن بلدك بصير عندك شفافيه اكبر تكبر معك، لان بتصير تقارن برات بلدك وجوات بلدك، شو عندك بلدك شو في برا وبرا كيف عم يستغلوها وجوات بلدك كيف عم يستغلوها، وللاسف مش عم يستغلها صحيح. فهذا الشغف بيكبر وبتنميه. فبحس انا الفنان اذا ما عنده شغف لفنه وحب لفنه في يعمله اي وقت ما بيصير، بيصير اكثر تصنيع للفن وبيصير فن معمق اكثر. وين الفنان نعرف نحن مثل الفنان دائما بيواجه بعض الصعوبات والعراقيل بحياته ومسيرته الفنيه. احكي لنا هيك شوي باختصار عن شو الصعوبات اللي واجهتك وكيف تخطيت. الصعوبات مش سهله على الفنان. اول شيء لتطور فنك بدك دراسه، والدراسه بدها مصروف، بدك تحط مصاري لتدفع لتتعلم كورسات. صعوبات كانت انك تقدر تحصل على المعلومات المضبوطه لفنك. اول شيء بتكون ضايع ما بتعرف وين بدك، وين اي شط بدك تدرس سفينتك، وما بتعرف اي مواد بدك تدرسها واي ارضيه بدك تشتغل عليها. فلانه فت اول شيء بالتصوير فتحت المجال لاشتغل على الضوء، والضوء علمني اكثر الرسم. صعوباتي كانت انك تسافر لبلد ثاني وتتعلم ضمن شغلك، انت عم تشتغل تاخذ الفرصة السنوية اللي هي 30 يوم، بتسافر لبرا ب 30 يوم تاخذ انتنسيف كورسز تتعلم كل يوم 10 ساعات، و10 ساعات مش بالكلاس، 10 ساعات بالورك شوب. وانا ثابت انه اخذت اوتسايد سكالبشرنج يعني ويلدينج، تشتغل بالحديد وبالتلحيم، ترجع تشتغل بالاناتومي، ترجع تشتغل باللاب بالفوتوغرافي. فكانت صعبة شوي. ايه ترجع بتجي صعوبات الحياة هي نفسها، بدك تكون فنان عندك كل الإحساس، وبنفس الوقت بدك تكون شخص ماشي بهالنهر اللي هو المجتمع وتتأقلم معه. هاي أهم صعوبات. أستاذ وائل، نحن نعرف كل شيء طبعا بده دراسة، بالنسبة للفن الدراسة أهم ولا الموهبة؟ اثنيناتهم مهمين. يعني كانك عم تقول جبت البذره وزرعتها بالارض، اذا الارض مش خصبه ما بتعطيك بذره، واذا البذره مش مقصنه مضبوط ما بتعطيك ثمره. فانا بقول اذا حاولت انك تحصل قد ما فيك دراسه وعندك الشغف والحب لفنك بحس بيكملوا بعض، ما فيك تستغني عن وحده منهم، ما فيك، اثنيناتهم بيكملوا بعض دفن. وائل، الفنان اللي بيسافر مغترب عن بلده شو بتأثر فيه الشغل؟ بتأثر بفنه طبعا.
مش سهلة إذا واحد يكون فنان ويسافر، لأنه خصوصا إذا عم يعمل فن لبلده أو نابع من حنين بلده أو من تراث أو فولكلور بلده. بفتكر بتلمع أكثر، بس بضل عنده اشتياق هيك غريب، يعني موجود مش موجود، يعني بيتذكر الشتاء مش موجود بالشتاء، بحب التلج وما بيكون بالتلج، بحب الصيفية وبصيف محل تاني. فكلهم هودي اشياء ايجابية لفنه، لانه بيعطوه حافز انه بيطلع منه مخيلة او سلام، بيطلع منه الم، انه بيطلع الم بذكريات حلوة بيبدع الفنان. لانه الغربة صحيح هي ارض تاني، بس انت لا تنتمي، يعني اذا بتروح على سويسرا، بتروح على عندك مناطق اجمل بكثير من لبنان، بس بتقول حلوة اجمل لبنان، بس ما بيربطني فيها شيء، ما عنديش فيها شيء تاريخ. فانت لا تنتمي لاي بقعة جغرافية الا لمطرح ما خلقت ومطرح ما ربيت ومطرح ما مجدودك ولعبت، كلهم هادي الله يرجعنا بيعطوك مخيلة أقوى إذا كنت بالغربة. الله يرجعنا كلنا بخير وسلام إن شاء الله إن شاء الله. وائل، لاحظت من خلال لوحاتك إنه كثير هيك بتلجأ لأجواء الضيعة، الألوان، ولا كان الرقص ولا الشخصيات ولا الزي ولا الفولكلور، شو اللي بيخليك ترجع لهالنوع من الفن؟ مش حأرجع أنا فولكلوري، يعني أنا مثلنا لبنان 10 سنين بالمنتخب اللبناني للرقص الشعبي مع الاليو والبيو سي، فبرمنا 12 بلد بالعالم. بده عدة موال، يعني كمان في فولكلور. ايه، فكنا الفولكلور أصلاً. بعرف تلعب فوتبول كمان. فوتبول وفولكلوري بلبنان. بس الفولكلور لأنك أنا كنت مسؤول عن الباك ستيج ديزاين، يعني كنت أعمل الباك ستيج الضيعة. كنت اعملها من كيس السمنت، كيس الورق، واشتغل عليها بالديتيلز، بالعقودات، بكل شيء، قناطر، فكلها اثرت فيي. بعدين اذا بتشوف الناس اللي انا بشتغل عليهم باللوحات كلهم فيهم موشن، مع انه هم بلشوا ستريت، بلشوا جالسين وجامدين، صاروا يتطوروا وصاروا يمشوا وصاروا يطيروا وصاروا يحكوا. فهيدي اذا بترجع بيقولوا للعقل الباطني، هيدي كله من مخيلتي، يعني مخيلتي الفولكلوريه، كيف كنا جامدين وتحركنا وطلعنا على المسرح، حولناها لوحات. ايه، حولناها لوحات. بس في اشياء باللوحه ما بتعرفها انها بدها تجي، يعني انا ببلش اللوحه ببلش فيها 10% فكره و90% انت عم تشتغل عليها. هيدا الحلو بالفن الاي فيجوالايز ثينجز، مش قاعد انا عم برسم او عم كوبي عن منظر، كله بيجي من العقل الباطني وبظهر. هي قصة الفولكلور. بالنسبة لطريقة عرض لوحاتك، هل عندك معرض، تشارك معارض ولا عندك معرض دايم لوحاتك؟ معرض دايم هو اونلاين، يعني سوشيال ميديا، وعندي ويب بيج، بس الفيزيكال معرض بجاليري زمان حمراء على طول بيعرض لي بين 4 إلى 5 لوحات. حلو. وبغيره اذا نبيع شيء بيتغير. في عندي المعرض الجاي هو جروب اكزيبيشن لبعالين ارت جاليري 25 هذا الشهر، مشارك فيه حوالي 45 فنان بين معالين وذي الامر. حلو. بيستمر شهر وبرعايه الوزير مروان حميدي. ونحن مثل ما بنعرف دائما الفنان اعماله بتكون محصوره بمعارض، وين ممكن الفنان يحط مثلا لوحاته؟ او هل عندك انت لوحات باماكن عامه، كان بالامارات هون ولا بلبنان؟ اي، هيدا نوع عم تحكي من الكوميشن ورك، من الكوربريتس او الشركات او المطاعم. سلام. انا من 97 بلشت اعطي شركات واتعاقد مع انتيريورز. اول شيء اشتغلت فوتوغرافي، كونسبتشوال فوتوغرافي، اشتغلت لشركات كبيره مثل انتل، نسلي، بورش، شيفر زيجال، حتوري جروب، جوميرا جروب. واشتغلت اشهر وحده كانت مع بورش، اشتغلت لهم فوتوغرافي على البورش تليفون، هم اختاروا فنان من كل بلد
فالدول العربية اختاروا شخص واحد، أنا طلعت بالاختيار. حلو كتير. وكان التليفون هو عبارة أنك بدك تصور تليفون بكالتش العربي، فأنا صورت تليفون مع كاليغرافي بس محطوط على 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 خشبة فيها مسامير أيام الشيخ راشد، لخشبة سفينة. وجعت فت بالشبر زيقال، كمان اختاروا ثلاثة من العالم، اثنين من الهند واحد من العرب وورد، اختاروني أنا ليعملوا كل أنيني اللي يعني هي تاريخ 12 سنة شبر زيقال و 18-25. كل فنان عطوه أنيني ليشتغل على ثيم ويعمل لوحة، وهاللوحة تنحط بالديوتي فري. لما تشتري شبر زيقال بيطلع لك كوبون تربح اللوحة. رجعت اشتغلت بالمطاعم والانتيريور، يعني بتشوف صفدي جروب اللي عنده سبع فروع بدبي ببيروت وباربيل، اشتغلت وكل ستايل نفس ستايل كمطاعم، نافوره ريستورانت اميريتس تاورز، الباشا ريستورانت حبتور جروب، واشتغلت مع مركز دبي التجاري عملت لهم لوحتين ارابيست بالترين ونص متر. ففي لي اشغال ملاني هوتيل دبي الشيخ زايد كمان. برافو. يعني في اشياء كثير زمان عددها في محلات كثير، بس هذا شرف بضل. يعني مثل ما قلت الشغف مفروض يوازي العمل، اذا شغفك ما في يعمل لك ليفنج او ما في يعطيك مصاري او امداد انك تكفي، ما فيك تضلك تشتغل بشغف، بدك شيء مقابل شيء. صحيح. وائل، سؤالك باختصار، الحرب شو أثرت عليك؟ كوننا نحن كلنا بلبنان عانينا معاناة الحرب بلبنان، شو بتأثر على الفنان بشكل عام؟ الحرب كلمة كبيرة يحكي عنها الفنان، لأنه أنا كنت بالصليب الأحمر، كنت من 82 للاجتياح الإسرائيلي لل 91، فشفنا كتير مصايب، شفنا كتير جرح وقتل ودم. معاناة. يعني كنا نخلص من الجامعة أو نخلص من المدرسة نطلع نشتغل 24 hour أو 24 ساعة بس تطوع تنجيب المصابين. والمشاهد شفناها يعني شيء مخيف. يعني أنا بتذكر كنت قدام مستشفى بعلين وإجت سيارة مرسيدس، يلي الشوفير طلع انه طلع الورق حمله، كنت لابس الاوفرول السلة الاحمر، فتحت الباب وحملت شخص حملته قلت ليش خفيف، طلع بلا اجرين. يا ولاد. واشياء ماتريين، يعني بتشوف اشياء بالحرب اذا بتشوفها هسه ما فيك تستوعبها. بس لانه كنا بالجو، فهذا كله تاثر بتحملها ذاكرتك. بس بالابداع في نوعين، في ابداع شرس وابداع فرح. الابداع الشرس هو بيطلع من رحم العذاب. حلو. وابداع الفرح بيطلع هو من رحم العذاب بس بيطلع فرح. يعني مثل التراب اللي بتفقس رنجس وبتفقس زهور. او التراب اللي بتفقس عظم. عرفت كيف؟ فبتشوف كثير حالات اجتماعيه بيطلع منها فنانين. بتشوف حالات فرح بيطلع منها فنانين، فكل واحد بيتاثر بعالمه. الحرب اللي اثرت فينا هي ما خليتها تأثر فيه، لأنه محيطنا مزهر كتير. يعني محيطنا غني لدرجة أنه لو كبيت رماد بيرجع بيطلع الطائر الفنيق بحلق مزبوط. صحيح. أنت بتعرف بعلين وتعرف لبنان، كل موسم عندنا إياه أخضر بلون، كل شجرة عندنا إياه أخضر بلون، بس لسوء الحظ الناس مش عم تتطلع، لعيونهم حاطينهم بالايباد او حاطينهم بالموبايل او حاطينهم ما بعرف وين حاطينهم. عندنا اشياء عم نستفيد من الشغل. ايه عندنا اشياء رائعه. يعني تخيل نحن عندنا 30 حرب وبعد بتشوف ناس عندنا عم تبدع. هيدا مش من وراء الدوله، من وراء انديفيدجوالز. يعني جبران، خليل جبران، نعرف انه لبناني بعد ما طلع خليل جبران، مش نعرف انه هيدا جاي من لبنان. انديفيدجوالز عندنا بلبنان. فالحرب اثرت فينا كثير، بس على طول خليناها فرحه. انا خليتها فرحه بالواني، حتى الرسائل باللوحات هي رسائل فرحه، رسائل فولكلوريه. يعني انا لما اعمل لوحه مخبرني اياها بيي عن الفلاحين اللي رعاة الغنم اللي بينزلوا بعالين،
يرعوا غنمهم بالساحل على شط التوت، فبيقعدوا 3 اشهر بالصيفيه معهم 100 خروف او بين الخروف والعنزه، يرعوا الغنم وياكلوا ورقه تشرين. اخر الموسم بيطلعوا على الجبل يقعون، فقبل ما يطلعوا على الجبل بزتوا حلو من المي مثل كل لوحات الفرح، بينبسطوا. اتس فيستيفال يعني اتس فرح عندهم. والحلقه المعظم ستوري انه من القصه انه مش بس نزلوا ليرعوا، لما نزلوا خريف وطعمون ورق توت اورجانيك طلعوا الناس ناطرينه بالساحات، وهون بلشت الفولكلور يلي الناس صارت تعمل دغير دهن، يلي الناس صارت ترقص. فشو قديش الفرح عندنا بلبنان من ابسط الاشياء. فاذا كان كل شيء معلق بلبناني ما منا شيء غربي، كل شيء عندنا ريسورسز وكل شيء مصادر بلبنان اذا قدرنا علمناها بشكل صحيح ما منا شيء من الغرب. فالحرب ابدا ما اثرت علي والواني بعدها فرحه. الله يبعدها عن كل حال. والا مثل ما بنعرف نحن ببلدنا الفنان ما عنده كثير دعم، كان دعم حكومي ولا دعم جهات رسميه. بدي اسالك عن الشق الثاني اللي هو الدعم دعم العائلة، دائما دعم العائلة لوائل حمادي. وإذا عندك حدا من أطفالك كمان أو أولادك بيرسم الله يخليلك إياهم. الله يحفظك. إيش أكيد دعم أسرتك أو دعم الأسرة القريبة منك كثير مهم. بلش قبل الأسرة القريبة بلش الأصحاب والناس اللي بحبوا الفن والمتابعينك على طول. لأنك حادثة صارت معي، أنا صار لي في الإمارات تقريبا بالعشرين سنة. مرة طرت مع صبية بتعرفني صار 15 سنة وبعثت لي صورة عن حايط هي عملته، وهي كل ما تشتغل معي كل ما تطير معي أنا بعطيها سكتش. فهالحايط معبيته كله سكتشات ومبروزين، أنا ما صدقتش بعيوني إلا ما فرجتني ديتيلز. فهيدا الدعم من أصحابك من عائلتك كثير مهم أساسي، لأنه شغفك هو نقطة بنهر، بس لما يدعموك أصحابك كأنه ربنا بعت عليك عيان كبيرة وعطول عطول النهر فاض، عطول بضل في مي. بس دعم العائلة القريبة كأنه من عائلتي الله يرحمه الوالد بابا كان عطول يقول لي طلع وشوف، ولما يعمل شيء يقول لي تعال شوف. فهيدا كله دعم بلا ما أحس. ولما